هداك هو. هات هات. مسكته مسكته. لك انت شو عم تساوي عندك؟ اهلين بابا. اترك من ايدك، لسه طالع من المستشفى جديد يا بني ادم. انا منيح، ما رح يصير لي شيء. ما بيصير تعب حالك، الدكتور هيك قال. والله العاده بتمرضني اكثر، تركني هيك مرتاح. ابني بكره بتنتكس. لا تخاف مؤيد، مسيك معي. اترك اخي انا بشيله. مسيك معي مسيك. لك اترك من ايدك. ارفع معي، ارفع ارفع ارفع. اوب. اها وهي كوثر خانم، بس ما تجي وتعمل لنا مشكله. يلا روح على الكليه بل ما توسخ ثيابك. بعد الكليه رح اطلع على السوق، لازم روح اشتري ثياب منشان الحفله. انا ما بدي روح، ما في عندي شيء حلو روح فيه. لا يا زلمه، انا بجيب لك طقم بيناسبك. انا مو حابب اني اروح على الحفله. شو عم تعمل؟ خد هدول مني. لا ما راح اخذهم. حبيبي بدك تاخذ، مو على كيفك. لا توجع لي راسي معك، هيك بكون عم بحط مصاري هندا بالمكان الصح. خليهم معك، اسمع الكلمة، روح واشتري ثياب حلوين. اليوم ثيابك احسابي. شكرا كثير. ولو. يلا انا رايح. ماشي بابا انا رايح. الله معك. باي. انتبه على حالك. ماشي. الو. ايه منيح ليكو قدامي. طيب ماشي يا هندا، والله فهمت. حكت امك قال مشان تاخذ الدواء. يلا هلا. شوف هلا هدول مشان البلديه وهدول للبضاعه. ماشي. ما بدي اشتغل بالتياب الداخليه. انا بدي شغله احسن من هي. حبيبي بدنا نجيب تيشرتات. مين قال لك لانجري؟ والله شغله مربحه. طلع ليك، بعد ما نبيع كل البضاعه بيطلع لك مربح لكل 1000 ليره 300 ليره. بس قديش بدنا نحط راس مال؟ يعني هالشغله فيها مربح؟ اوهو، اذا بدك تفكر هيك بحياتك ما رح تشتغل شيء حبيبي. اقل من مربح 100% ما بقبل. انا تعبت خلص، بكفي هيك. يسلموا ايديكي سمراء. يلا انزلوا الاكل جاهز. جايين. من وين اجتك الجرأة لتبوسي؟ ها؟ يلا سمراء تعالي. والله انا كثير جعت. امتى بدي اخلص من هالبنت ما بعرف. يخرب بيتها ما بتستحي بنوب. شوفي عملت شي ما عجبك؟ يلا تعالوا. جينا خالة هندا، انا كثير جوعان. علي عود هنيك. انت عادي هون. ان شاء الله صحة. على قلبك خالي، مبين الاكل كثير طيب. يسلموا ايديكي. صحة وعافية. مؤيد هاد انت؟ هات عطيني صحنك. مرحبا يا جماعة. اهلين حبيبي. كيفكن؟ ايوه تعال. شو شميت ريحة الاكل حتى اجيت؟ اهلا وسهلا. اهلين فيكي وبعلي. اخي انا صرت واحد من اهل البيت، ما في داعي ترحب فيي كل شوي. ايوه علي انت مثل اولادي. تسلمي. شو صرفت كل مصاريك؟ مو معقول روح على الحفله بلا طقم جديد. مزبوط بابا، مؤيد معه حق،
بعدين هدول الجماعة أكابر، هاي إلي وهاي لألك. شو رأيك؟ بس أنا ما قلت لك إنه ما بدي روح؟ ليه جبت لي إياه؟ لا أنت بدك تروح. لا حتروح والله كتير حلو مهند، الله يوفقك. حكينا بالموضوع قلت لكم ما بدي. ليش؟ روح مع أخوك أحسن ما يروح لحاله. إيه بلا ما يروح بركي عمل له شي مشكلة. حبيبي روح معه. خلينا نروح مهند. تتذكري لما رحنا معنا لأنطاليا حطينا حالنا بموقف كتير محرج. حرام نتركها لجميلة بهيك مناسبة، ما شفت قديش أصرت. لو سمحت خلينا نروح. هلا أنت وجميلة صرتوا رفقات؟ إيه. شو قررت؟ بدك تروح؟ ورجيني لشوف. يعني وافقت.